صدد نقاش حول واحد الملف اللي عنده خصوصيات كثيرة في المنطقة اللي كتعلق بالرقصة ديال تسكيوين واللي فريدة من نوعها. السي سمونا غد تسكيوين هاد فلاس نساول هنا وال وين ولي إسكار تسكيوين إيكا ماشي وين كوني غير أرن تعوان أرن تواس سوي اللي من صدار مشى أول توري كل تينو نتيا كني أديوسين أنزغوم نتسكيوين كني أتسكارن غلا عياد غلا مناسبات غلا مهرجانات اللي ختمهم كني أسان نمود أدو نعاون سوي اللي من صدار باش أنت لكم تبراتي اخترم أتي تزنم أنت لكم وتلكم من الرباط ترى ما داك الزير الرباط لك من ربما اليونسكو. احنا يلا في البدايه ديال واحد المشروع وهذا المشروع خصو يكون خصنا حنا نبنيوه كاملين. الا نتوما هذا الشيء ما خديتوش نتوما من بعد بيديكم يعني نتوما الناس اللي كديروا هذه الرقصه واللي كتهتموا بها الى من بعد ما خديتوهاش بيديكم راه حتى حاجه ما غتكون. المصطلح الذي توارثه الأجداد وأخذناه عنهم هو تسكيوين ماشي تسكيوين ولا تسكوين. هذه الرقصة تعتبر في النهاية رمز وحدة الأمنية السياسية للمنطقة في القرن السابع والثامن والتاسع الهجري. هذه المنطقة الجغرافية هي المنطقة التي يتناثر فيها وجود تسكيوين في سكساوة في ايت حديوس في ايروهال في ايدو محمود في اغبار في تيغوبا ايدو مسطو غيمنتايغان رقيتا هذو هما المجال ديال تسكيوين. تسكيوين ينت سيدي حنانو الا جسنت اختوش كي تضرب نسنت 7 على 14 ضربيه ولكن كنا جسنا غير يمنو الا سيدي حنانو جيس اش غيمي الاول اش غيمي ويسين شكون اللي كان سي اش غيمي دوسوس يلي جيس سيدي حنا مرزافوت ولسان زكور وانا سان زكور اللي مرزافوت دي دي هون السوساتي سنت كله غالي نغيكا اش غيمي كتولي سنت برا ميدار ما كبدا كان 67 يلي دا غاسيدي بزاك اللي نسنتين غوالي كي 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 وادي سكر من السيد سدد ودا الا نزلت من غير ليت نسن دا نايا نور معاين ضربات تياتيس نانا يزكور كيسا تودا يسا سيكلا وقال مرزي وقال او كي تارجا تمسوس بيني داموسو هاتنين هان خمسه إلما استبات سدرسي يسكر الدرو غدا غي أخت للغة أدرسي ماش جاني والي ونقرش دادو بنعب مقارني غلا حق رايق العيب
الآن وضعية التسكوين هي وضعية تالية. هناك مجموعات صغيرة في المداشير في هذه المناطق ما زالت تقوم بهذه الرقصة من حين لآخر، ولكن نادرا ما تقوم بها إلا لماما، لأن الذين يقومون بها أصبحوا من الشيوخ الكبار، لم يعد الشباب يهتم بهذه الرقصة لأنها تعتمد على تقنيات وعلى تداريب. الخير هذا اللي غيفك يا ربي التيجان التسكت وللي ما يغورتيه بدار أشكو حتى ينو الرسول قيسي حوش بلو اللي يدربن كنا تي اللي يقدي من اللي ما خورا اللي من التروانسن أهتي وفنتن ولين تي اللي داري تروى الله مش قيسنا تسكرني تلون تغيكا ولا حتى تسكت هانت تسكيوي ورسم تسن مي ورسم تسولني في كيل هما نكوني واخا المسائل غير تبدا دوري انت غور ديني باين دي باين كل شيء ماشي غير نكوني ولا كوني باين القضيه ستين تفال مخلوص اللي هي التسكين غير ستين كانت ولا بزاف الحوايج. واحد النقطه اللي هي مهمه واساسيه في الحفاظ على رقصه التسكين وهي صناعه ديالها اولا، لان الا ما يمكنش نهضروا على البقاء ديالها الا ما كناش كنهضروا على الصناعه ديالها، لان الا انقرضت الصناعه ديالها بالتالي راه غادي تنقرض الرقصه. ولكن كنا زود غير كادر ندير الصحه تداوني طول ربي جزاكم بخير. الضغط تلم تسكت سوفلا اتنجح ان شاء الله. الضغط وريك لي ستنتكا زند غير لي ستنتكا ديال النقرت غنغيدها.